السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وصفة تاع اليوم هي الشيفلور بالجبن في قوالب السيليكون، يعني هذه تاع عتكة مقبلة، ولا تحبوا تقدموها بمرق ابيض مع الدجاج كما انا حنديرها انا اليوم. واش نحتاج في الوصفة؟ عندنا هنا كمية من الشيفلور، كنت هنايا فورته مع شوية تاع الملح وهرسته بالفرشيطة. عندنا 3 مغارف كبار ونص تاع الفارينة، عندنا 3 حبات بيض، كمية من الجبن. هنا استعملت لافاش كيري، ولا حبيتو تستعملوا جبن ابيض مع عدنوس مقطع، قليل من الفلفل الاسود. بالنسبة للمرق الابيض واش نحتاج فيه؟ عندنا قطع من الدجاج، حبة بصلة مقطعة رقيقة، زيت، فلفل اسود، ملح، قرفة، زعترة، وريقة تاع الرند. نبداو على بركة الله. وفي الاخر لا كريم فخاش، يعني اللي حاب يضيفها واللي ما تحبش لاكريم فخاش ما تضيفهاش. نحطوا الشيفلور نحطوا الفارينة، نحطوهم كامل على دفعة واحدة، المعدنوس، البيض، والجبن. في الاخير الفلفل الاسود. نخلطوهم مليح. هكذا الان عندي هذوما الليمون، هاهم ليك هذا الشكل، وعندي هذا الشكل، يعني كيما حبيتوا الاشكال اللي يكونوا عندكم. كنت هنا دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الفارينه، الان عمروهم. هكذا نكملهم كامل ونرجعوا. بعد ما نكملوهم نخطوهم خطة هكذا خفيفة باش تعطينا الشكل مليح هكذا. الان نحطوهم في السنيوة وندخلوهم للفرن على درجة 180. الان حضروا المرقه البيضه بالدجاج، حطوا الزيت، حطوا البصل، خلوه يتقلى مليح، بعد نحطوا الدجاج هكذا حتى تشوفوا اللون تاعها دوغي. نحطوا الدجاج، الان نضيف الدجاج
نخلوه يتقلى مليح مع البصل ومن بعد نتبلوه. بعد ما تقلى نديروا له الملح، فلفل الكحل، الرند، والزعتر، وشوية قرفة. هكذا نخلوها شوية ونمرقوها بالمسخون. هاي ليك بعد ما تقلى الدجاج، الآن مرقوها. بسم الله. هكذا ونخلوها تطيب. هاي ليك بعد ما طابوا الآن نزينوهم، يعني كل واحد كيفاش يحب يزينهم. نحط لهنا الفرماج، واللي يحب تخليها هكذاك ما يهمش. هكذا زيدوا الحبة الثانية. هكذا حطوا حبة تاع زيتون، نحطو هنايا المعدنوس هكذا. نكملو التزيين كامل الحبيبات ونرجعو. هاي ليك بعد ما طاب الدجاج، الآن نديرولها لا كريم فريش شوية خلوها تغلي دقيقتين ونطفي هكذا. واللي ما تحبش لا كريم فريش ما ديرش. هاوليك الشكل تاعها الاخر ما شاء الله. انا ضفت لها لهنا الشامبينيون، قليته مع شويه تاع الزبده. يعني اللي تحب دير شامبينيون، اللي ما تحبش دير عادي. نتمنى تعجبكم الوصفه. قلكم سلام، نتلاقاو في وصفات اخرى.